السلام عليكم شاهد، معك مهندس باسم طارق. إن شاء الله هنبدأ نشرح جزء خاص بحل المترم الخاص بالكورس بتاع Manufacturing Technology. التركيز فيها هيبقى أكتر على الجزء الماشينينج والكونسبت أو السنس اللي احنا بنحل بيه أسئلة الماشينينج. أسئلة الماشينينج بشكل عام الامتحان بتاعتها بتبقى مركبة. بمعنى ايه مركبة؟ يعني حضرتك عندك معرفة سابقة أساسا بالكونسبت بتاعت الماشينينج والماشينز in general، بعد كده بتبدأ تاخد الميكانيزم المختلف، كذا ميكانيزم موجود في كل مكنة على حدة، تبدأ تخش في detailed operations والcutting variables والcutting conditions ومين اللي بيقوم بيها ومين اللي بيوفرها في كل operation على كل مكنة من ال أو على في كل general operations زي milling drilling turning وshaping الأساسيين اللي عندنا في الكورس وزن conventional cutting والنون كونفنشنال برضه بالمناسبه. ده حاجات جنرال. بعد كده تبدا تخش في الاستخدامات، يعني كل واحده انت بتدرسها على حده وتخش في الديتيلز فيها اكتر. دي اول حاجه في الكورس وبناخدها في الايه في الليكتشر. تبدا تخش في حاجات بقى انك تستخدم الكونسبتس دي، بمعنى انك انت يجي لك بروجكت وتطبقه بالفعل سواء اكتوال او في بروسيس شيت. يعني انت كمهندس احنا بنتدرب في الكورس ده انك نستخدم التولز اللي احنا درسناها باستفاضه وبشرح دقيق وكل conditions بتاعتها وcharacteristics في الكورس اللي احنا نستخدمها في اللاب، وبعد كده عن طريق الاستخدام ده اللي هو البروجكت والتطبيق والحاجات اللي احنا شفناها والحاجات اللي احنا سلمناها، تبدأ بعد كده كمهندس تبقى systematic في دماغك. اول ما تبص الاي بارت ازاي تطلع حاجة near optimal. near دوت ان انت مش دايما من البداية كده توصل للoptimal. optimal دوت يعني ايه؟ اعلى دقة واقل تكلفة أو يعني أقل وقت مع الحفاظ على الدقة العالية، ويكون الترتيب صحيح. حتى الترتيب صحيح هي الكريتيكال بالنسبة لكم دلوقتي، لأن فيها منكم غايب عنها، غايب عنه الحتة دي، ودي اللي احنا جايين ندوس عليها. بلس بعد كده ان انت ممكن تحط كذا سيناريو صحيح، لكن في الآخر بنسعى على أكتر واحد توفيرا للوقت، اللي هو أقل operations بأقل ايه بأقل وقت. طيب خلينا ناخد الكلام ده ونطبقه. ايه اللوجيك اللي احنا بنسال فيه اسئله الماشين؟ طبعا كل الكلام اللي انا قلته دوت عشان تبقى عارف ان انت علشان تخش امتحان ماشين لازم حضرتك تبقى مذاكر الليكتشرز، دخلت لاب واتفرجت على الفيديوز بتاعته وطبقت، عملت بروسيس شيت محترم وصحيح. احنا امتحاننا في الماشين تقدر تقول ان احنا بنسال في البيزكس اللي احنا خدناها في المحاضره باستفاضه، او بنسال في حاجه سؤال مركب زي بروسيس شيت انك تعمل. الميد ترم كان حاجة زي كده الخاص بالماشين. خلينا نشوف الميد ترم بتاعنا عشان نوضح الكلام ده. يقول لك عنده رو ماتيريال قطرها الخارجي 100 ملم، قطرها الداخلي 20 ملم، يعني هي اوريدي كرو ماتيريال هولو فيها 20 ملم انر ديامتر، واللانس بتاعها 120 ملم. تعال نشوف الفاينل دايمنشنز. دي المفروض اول حاجة تشوف يعني ايه الاساس وايه اللي انت عايز توصله. يعني انت اوتوماتيك لما بتبص للاثنين وتقارن ما بينهم في دماغك في ترتيب بيبدا يظهر كده ايه هي الخطوات يعني اللي احنا غالبا بنبدا بيها لغايه ما نوصل لحاجه زي كده. ده بناء طبعا على التجارب اللي احنا خدناها والحاجات اللي احنا طبقناها في الايه في الورشه. تمام، يعني حاجه طولها 120 متر، ده طول النهائي 75، قطر النهائي الاولاني 100 ملم، 100 ملم مكمله معانا بس في اكتر تانية اختلفت، و 120 مليمتر لانس بقت 175 دي قلناها اوريدي، و 20 مليمتر اللي هي كانت من البدايه في منها اتوسع وفي منه فضل. طيب نفترض ان ده الاورينتيشن اللي احنا شغالين بيه، هنشوف الموضوع ده هيفرق ولا لا في الحل. طيب ده كده هنثبت دي كده ونشوف الانسرز اللي هنعرضها. ده السؤال ودي الانسر. سلندر فيكس، يعني السلندر اللي هي الروماتيريال اللي هي طولها 120 مليمتر والقطر بتاعها الخارجي 100 والقطر الداخلي 20، علشان نطلع منها البرودكت او الفاينل برودكت اللي هيتم بالكامل على سنتر ليس. ودي ملحوظه مهمه جدا ان هو ايه سنتر ليس اونلي، دي مهمه جدا بالنسبه لنا، معناه انها مش هتتفك وتروح المكنه ثانيه، يعني من الاول للاخر هتخلص. يعني السلندر دي بقى بتثبت ازاي؟ اول حاجه عشان نفهم او نقيم الشكل دوت لازم نشوف الاوبشنز بتاعتي، فيس بليت او ماندرل او ديبندنت 3 جو تشاك. هي في الحقيقه فورد اندبندنت جو تشاك، الفور جو تشاك اندبندنت،
ليه؟ الفيس بليت الشكل مش معقد كفايه ان احنا نستخدمه. فيس بليت، الفيس بليت ديت ممكن تطبق يعني نستخدمه، بس مش اكتر حاجه سيوتبل، مش اكتر حاجه سيوتبل. ليه مش اكتر حاجه سيوتبل؟ لان انت هي مش معقده للايه، للاحتياج الكافي اللي احنا نثبتها على الفيس بليت. غير كده وكده حجمها صغير على الفيس بليت. الفيس بليت بنستخدم فيها كلامبات، بنسميها صناعيه فيس بليت كلامبات. فانت لو استخدمت كلامبس على جزء زي ده، بارت زي ده، هتلاقي نفسك كتبت نفسك وفي حاجات مش عارف تعملها، كل شويه لازم تفك وتغير مكان الكلامب، او بالفعل مش هتقدر تعملها كلها بالكامل، لان هي من اولها لاخرها. واما تيجي تثبت الكرو ماتيريال في البدايه هتلاقي اسطوانه. فيس بليت مش من الحاجات اللي هي ايه يونيفورم كده، مش نافعه بالفعل. طب خلينا في الحاجات بقى التانية. ماندريل دي هولو، هنثبتها بماندريل. هقول لك ليه برضو ماندريل انت مش محتاج ماندريل، لان في بعض الاوبريشنز مش هتنفع، زي مثلا الهولز اللي على الاطراف دي. الماندريل بتثبت الحاجه بنص كهولو، ماشي ككونسبت انت طبقت صح. لما تيجي بقى تشتغل، في الايه، في النص، عشان تعمل توسع القطر بتاع ال 20 وتخليه ام 26 انرج وام 30 ان اوتر، وتشتغل في النص، الماندريل مش هتشتغل، مش هينفع تشتغل معاك هنا. يبقى اللي فاضل لنا ايه؟ ديبندنت 3 جو تشاك و 4 جو اندبندنت. احنا قررنا 4 جو اندبندنت بسبب الاثنين اللي على يعني الهولز اللي على الاطراف دي، اللي هي مش سنتريك، مش في السنتر بالظبط، فبالتالي ال 3 جو مش هينفع. فهو ال 4 جو، لان ال 4 جو ساعتها لما نيجي نعمل الهول دوت اللي فوق هتلاقينا ايه؟ في لو افترضنا مثلا ان في فك فوق وفي فك تحت من الجوز الاربعه، هتلاقي علشان نعمل الجو دوت هن ايه؟ هندخله لجوه اكتر، بحيث ان الايه؟ السنتر بتاع الهول ده يبقى في السنتر بالظبط مقابل للايه؟ التوست دريل اللي هتخش تعمله. والعكس هنا برضو لما هنلف دوت وهنجيبه ايه تحت شويه، يبقى لازم الفكوك حره، الفكوك حره عشان نقدر نتحكم في وضع او مكان السنتر بتاع الهول اللي هقوم بيه بالايه، السنتر ليس، وساعتها التوست دريل هتكون لك كده في تنس. يبقى الاوبشن هنا فور جو اندبندنت. تاني سؤال، انهي اوبريشن هتكون هنبدا بيها في الورك بيس؟ هتكون هي الفيسنج، ودي حاجه يعني حفظ. انت بتجيب الورك بيس مش دايما الاسطح اللي هي كروس سكشنال سيرفيسز، اللي هي من هنا اهو كده من يمين او من الشمال، اللي هي السطح زي ده او السطح الثاني بيبقى عادل. فاول حاجه بنبدا بيها فيسنج، دي حاجه محفوظه هي الفيسنج. مس ثريدنج طبعا، مس ثريدنج اوبريشن دي حاجه من السنس او الحاجات البيزكس عندنا. مس ثريدنج بنحاول على قد ما نقدر زي ما قلنا في الورشه بناجله للاخر، لانها حاجات بتبقى سنسيتيف قوي وديليكيت كده البروفايل ده. فانت مش عايز تعرض الورك بيس اللي فيها ثريدنج بالاخص بالدايمنشن الصغيره زي ام 30 ديت اللي ايه، اي فايبريشنز بعديه يعني اي اوبريشنز تتم قريبه منه اصلا بعد كده، فبتحاول تخليه في الاخر. ولا مش اول حاجه دريلنج فاي 10 طبعا، ولا جروفينج فاي 540، هو يعني زي ما محفوظ الفيسنج اول حاجه بنبدا بيها. طيب وعشان يطلع السيرفيس اللي هو 560 تايمز 55 ريكوير نمبر اوف ستروكس از ماكسيمم الاود depth of cut is 2 mm. طبعا احنا فاهمين كونسبت اساسي كده قبل ما نخش نحل في الجزئيه ديت، ان انا عندي حاجه اسمها انا بشتغل في السنتر ليس على الانصاف الاكتر، شغال على انصاف الاكتر. بمعنى انت دلوقتي عندك قطر 100 عايز توصله ل 60، 60 تايمز 55 تايمز 55 يعني الطول ده اللي هو 40 و5 ودي كده هتبقى 10. يعني هو كانه بيقول لي في المساله 40 و5 ودي طول 10، يبقى دي الشفه ديت الحته ديت طولها 20. تمام، ما علينا دي 56. فكده انت عندك الالاونس او ماشينج الاونس في اوبريشن زي دي توتال، يعني توتال ماشينج الاونس في اوبريشن زي دي كام؟ هتلاقيه 100 ناقص 60 على 2. ليه على 2؟ يعني انت شغال من ناحيه واحده بسنجل بوينت تول، ناحيه واحده هنا كده، فشغال على الراديوس يعني ماكسيمم بوينت اللي ممكن يوصل لها سنجل بوينت تول وهي بتعمل حاجه زي كده، انك تخش دبس في قط لغايه السنتر. الناحيه الثانيه انت ما بتكملش، ده كونسبت ثابت اساسا في السنتر بيس بالكامل. فعشان كده الماشين جالانس رول بتاع في لونجيتودينال تيرنينج في الخريطه الطوليه اللي احنا هنقوم بيها هنا هتكون دي انيشيال ناقص دي فاينل على 2. فهتلاقي ان الايه 100 ناقص 60 على 2 فيها كام؟ 20. يبقى انت عندك كتله او مسافه تتقسم لستروكس بناء على كام، يعني كام ستروك ده بناء على ايه، كل ستروك تاخد فيه ديبس قد ايه. فانت دلوقتي عندك 20 ملي، 20 ملي عايز تشوف هتاخدهم على كام ستروك بناء على الكونديشن اللي هو قايل لك ايه، ماكسيمم الاود ديبس قد 2 ملي متر. ف20 على 2 فيها كام؟
10 اوتوماتيك. يبقى هنا الكريتيكال بالنسبه لي انك تبقى فاهم ان انت شغال بالنسبه للريدس، فعشان كده بقسمني على اثنين دي اوتر ودي انر، وفاهم ان الايه الديبث اوف كات الماكسيمم الاول هو دوت الايه تاني كي بالنسبه لي عشان استخدمه في الحل. Drilling of phi 10 must be conducted الحل after producing phi 6 time 55. وده بديهي شويه، يعني انت مش هتعرف تعمل ايه كل هول دوت واحنا مثبتينه في الوضع ده الاورينتيشن دوت والفور جوت شاك ماسك من هو، مش هينفع نعمل الهولز من البدايه كل دوت هيبقى هدر لو انت عملتهم قبل ما تعمل ايه قبل ما تصغر القطر ده. فبالتالي بعد ايه بعد ما تعمل السيرفيس ده خلينا نشوف بقى الاوبشنز افتر بروديوسنج جروف 540 تايم 5 irrelevant ملهاش علاقه before producing يعني الجروف اللي جوه دوت والشكل الهول اللي بره ده دول irrelevant يعني ما مش critical بالنسبه لي، فانت كانك بتقارن شرق بالغرب ملهاش علاقه. هو الكريتيكال بالنسبه لي اللي هو الايه 5 6 تايم 55. يعني في سؤال ممكن يسال ساعتها اقدر يا باشمهندس اللي احنا مثبتين اورينتيشن مختلف اللي احنا ماسكين من الناحيه دي اصلا، ساعتها كده كده انت مش هتعرف اساسا تعمل 6 تايم تايم 55 لان انت ماسك من هنا وانت ماسك على القطر اللي هو 100 ماسك على القطر اللي هو 100، ساعتها مش هتعرف تشتغل اصلا ان انت بالع الجزئيه دي. تمام، او يعني خلينا نفترض في وضع ما اللي احنا يعني عملنا 6 تايمز 55 وبعد كده رحنا قلبينها وماسكين هنا اهو، ما هو كده انت حليت الموضوع اصلا، يبقى انت كده قررت فعلا ان انا هعمل 6 تايم 55 وبعد كده هقلب وامسك السيجر شوك على الحته دي. فبالتالي الاجابه بشكل واضح انها تكون افتر بروديوسنج 560 تايم 55. اختصارا لكل اللعبكه دي كده انا عايزك تتوقع ان دوت الاورينتيشن اللي انت ماسك فيه، يعني تقدر تقول ان ده الديفولت بوزيشن اللي احنا بنرسم فيه التيرنينج تيرنينج برودكتس لما بنيجي نسال فيه الوضع دوت، يبقى احنا ماسكين هنا. وده اللوجيك على فكره، يعني حتى احنا في الورشه كنا بنيجي نسالكم ايه هو باللوجيك كده الانيشال بوزيشن اللي انا بمسك عليه في الايه في التيرنينج ليت او السنتر ليت، هتقول لي ان القطر الاكبر بيبقى ناحيه الايه ناحيه ناحيه التثبيت او ناحيه السبندل بحيث ان هو ما يلبش او ما يعملش ويت بعيد عن السنتر روتيشن فيخلي الحاجه زي بتحدف كده. فيعني خلينا نتكلم ان احنا ده الاورينتيشن، فبالتالي مش عارف اعمل هولز كل دوت الا لما اقلل القطر ده. طيب رقم 5 الجروب اللي جوه ده 540 تايمز 5 كوندكتد ايه؟ ده قبل الانلارجمنت بتاع 526. انت عندك 520 اصلا في الفلور بيس، فليه بنعمل دوت قبل ال 526؟ علشان ده يعتبر الران اوت بتاعها. يعني ايه الران اوت بتاعها؟ انت بتحدد نهايتها فين قبل ما تبدا تعمل. يعني تخيل ان ده 520 من اول هنا لغايه هنا في الاخر ولسه ما اتعملش ال 526 اللي هو البورنج لسه ما اتعملش، فانت بتخش ببورنج تول هنا هو جوه ال 520 توسع ده وتوسع ده وبعد كده تخش تعمل انلارجنج او بورنج تاني في ال 20 عشان توصل 26 وده بدايتها وانت كده حددت نهايتها. يعني ايه ده كجايد ليك نهايه الايه نهايه التوسيع في عمليه التوسيع من 20 ل 26 نهايته هتبقى فين، كانك بتحددها من اول هنا لغايه هنا. وده حاجه كومن يعني ده سنس او ماشيني سنس اللي احنا بنقول عليه. عندك جروف كده كده هيتعمل وعندك تو اوبشنز تعمله بعد ما توسع التوب ده قبل انهي افضل؟ طبعا احنا دايما احيانا بنلاقي فيه اجابات تمشي كده وتمشي كده، بس احنا بنسال بطريقه ان هي تديني حاجه اوبتيمم حاجه افضل في الماشيني، ودوت اللي بيلخبطكم بالمناسبه. انت بتبقى فاكر ان انت حالل صح بس هو في اصح. تمام، فبالنسبه لنا ايه الاصح؟ ان انت تبقى عامل نهايه المستخدم ده كجايد ليك انه يسهل العمليه اللي بعده ان هو عمليه التوسيع من 20 ل 26. تمام، يبقى بروسنج جروب دوت before enlarging of 22.526. الطول بقى اللي احنا بنستخدمها علشان نقطع لور كويس 75 ملم لينث 75 يعني الحته ديت عايزين نقصها بقى من هنا اهو، هنعملها بارتنج اوف تول. طبعا تخيل ان هي يعني ما الباقي الجزء ده مكمل لجوه التشك باقي الجزء باقي 120 يعني الجزء مش من اليمين لا من الشمال مكمل يعني الطول الزياده مبلوع جوه ده اللي بنسميه ديد لانس يعني 75 من 120 تقدر تقول ان هم 45 مثلا ف 45 مبلوع جوه يعني انت عايز تقطع من هنا اهو ده بص قطر 100
ايه الكريتيكال ليميت اللي بيحدد لي هل انا اقطع بسو تول ولا بارتنج اوف تول؟ لان الاثنين متاحين ليك. طبعا مش هتقطع بنيرلينج تول ولا الجروفينج تول. الجروفينج تول بتبقى عريضه على انها تقطع وتبقى قصيره. النيرلينج تول عباره عن بوليز واخده البروفايل اللي انت بتنقله بالتخشين فما بتقطعش. يبقى عندك بارتنج اوف سو. كومن يعني حاجه كومن كده كومن كونديشن ان الراديوس اللي بيقطع، طبعا احنا بنتعامل بالراديوس لان احنا سواء سو او سواء بارتنج اوف تول احنا بنتحرك من هنا ولغايه هنا ما نعديش ده، لان احنا بنتعامل مع راديوس زي ما قلنا في السنتر ليس. يبقى بالتالي ايه الليميت اللي بيقول لي بعديه ابدا استخدم سو؟ ان من 2 ل 3 سنتي يعني من 20 ل 30 مللي ممكن اقطعهم بالبارتنج اوف تول. وده طبعا كده بارتنج اوف تول التاب بتاعها طويل، يعني حتى واحنا شفناه في الفيديو بتاع التيرنينج او شفناه في المج في الورشه نفسه واحنا بنستخدمينه ما بيبقاش طويل قوي يعني دايما كده، تمام؟ لان هو كل ما طول كل ما ضعف، لان هو بارت بيبقى السكنس بتاعه رفيع جدا، كل ما طول كل ما ضعف، لان احنا ده زي تعبر الستريسز اللي عليه بتبقى كونسنتريتد لانها متعرضه لاريا صغيره جدا. فاحنا بنقول يعني الماكسيمم بتاعها بيبقى ايه 2 ل 3 سم 20 30 ملم. يبقى وهنا الراديوس بتاعنا 50، فبالتالي مش هقدر اعمل بارتنج اوف تول. لو استخدمته هتلاقي انك قطعت لغايه هنا اهو كانك عملت جروف بس ما قطعتش. فبالتالي الافضل حاجه زي كده انك تستخدم سو تول. هو مش الافضل، هو الاصح، لان مفيش بارتنج اوف تول تعمل ده، تمام؟ يبقى انت تبص للشكل، شوف انت هتقطعه منين، شوف الريديوس بتاع اللي انا محتاج اخشه، يعني الفيدنج اكستنشن يعني الفيدنج لينس، يعني لانها غذيه عرضيا كده كروس والكروس سلايد. لقيت ان انت ايه محتاج تغذي لغايه 50 مللي، فبالتالي مش عارف اعملها في البارتنج اوف تول فاستخدم السو. الفيد از اتشيفد باي موفينج ايه بالظبط علشان اعمل الجروف دوت؟ الجروف دوت هتستخدم البارتنج اوف تستخدم البورنج تول رفيعه تخش جوه توسع التوب من 20 ل 40، ودي هتكون تول رفيعه قوي تخش جوه البارت دوت. وايه بقى انت بتحرك في 5 مللي، فالفيد بتاعها هيبقى حساس او، فانت محتاج لحاجه زي كده تكون ايه هي الكروس سلايد، هي اللي تخش وبحريه تتحرك، انما ولا السادل ولا الكارج يقدروا يقفلوا لي فيد جوه الحاجات اللي الانر قوي دي. طبعا مش الدرايف رود ولا الليد سكرو دول اللي شايلين كارج اصلا، احنا بنتكلم على الجزء اللي هيكوندكت الايه اللي هيوفر الفيد جوه الجروفنج ده، ولا التلستوك ولا حاجه من الثلاثه، هو الكروس سلايد اصلا. ماشي. رقم 8 ذا موست سيفتبل تول used for the final step to reach the final size of 526 millimeter هون هي البورينج تول، لان التوست دريل يعني بص حتى احنا كنت مختارها كده ومعلم عليها باحمر عشان اثبت لكم حاجه. التوست دريل في اخرها دايما بيبقى فيه ايه في تيبر تاب، في تاب مخروطيه كده واحنا سميناها السمسمه في الفيديو بتاع الخراطه. انت لو عايز توسع قطر 20 ل 26 ودخلت بيها هتلاقيه هنا ثابت لك اثر مثلث هنا كده، مثلث في 2 دي تيبرد في الايه في 3 دي، وانت مش عايز الفاينل بارت كده، فانت عايزه ستريت. يبقى بالتالي نستخدم البارت البورينج تول، هي البورينج تول ولا طبعا السنتر دريل اللي فيها نفس الكونسبت، وكمان مش بتوسع دي ايه بتعمل مجرد بس التيبل المبدئيه قبل ما تخش الايه توسع دريل بعدها، ولا ثريدنج تول احنا عاوزين نوسع الايه 26 ملم هو. التول از اوتوماتيكلي فيد تو كوندكت ثريدنج اوبريشن از ا ريزلت اوف ليد سكرو. طبعا احنا قايلين الليد سكرو ده دوره كله ان هو ايه يا اما هو يا اما الفيد رود اللي بيتحرك القضبان، يعتبر هي القضبانه اللي بتحرك الايه الكارج بتاعتنا. امتى ده بيتحرك؟ لما بكون ايه المكنه بتعمل الوز، عشان كده مسمينها ايه ليد سكرو، هو الوز بستخدمه لما المكنه تكون هي نفسها بتعمل الوز. فالليد سكرو اوتوماتيك بختاره لما اجي اعمل ايه ثريدنج اوبريشنز، بلس ان هو ايه اوتوماتيكالي. يعني حاجه تانية من الحاجات اللي احنا قلنا نحفظها ان الليد سكرو لما بيتحرك تعرف ان الكارج بيتحرك اوتوماتيك، لان الاوتوماتيك هو اللي بيديني ادق حاجه في الثريدنج عشان يحافظ على البيتش ويحافظ على الابعاد بتاع النهائيه بتاعه الثريد. ريكواير تول تو جيت فاي 10 هول من سنتر ليس از كونسيدرد لينير موشن. الفاي 10 دي هتتعمل ازاي اصلا؟ يعني هي من فوق من تحت كده هتعمل توست درال، وزي ما قلنا احنا مختارين فور جو اندبندنت تشيك اصلا عشان نعملها بيها، بحيث ان احنا نقدر نرحل للسنتر بتاع الهول دوت نجيبه في النص هنا عشان بعد كده التوست دريل اللي تركب في التلستوك هي اللي تخش تعمل ايه تطقب ده. ولو تفتكروا عمليه الدريلنج اللي بتتم على السنتر ليس فيها خاصيه مميزه جدا، ان التوست دريل اللي فيها ما بتلفش بعكس عمليه الدريلنج اللي بتتم على الدريلنج ماشين. هنا التوست دريل على السنتر ليس ما بتلفش، هي بتبقى مثبته في التلستوك او في الكويل بتاع التلستوك، وما بينهم بيبقى فيه التشاك اللي ماسك عليها، بيبقى تشاك ليه
تيبر تشانك، تيبر تشانك راكبه في التيبرد هول بتاع الكويل، الكويل اللي راكبه جوه التلستوك. والتوست دريل دي ما بتلفش، التوست دريل ما بتلفش بل هي بتتحرك لينيري بس عشان توفر لي عمليه الايه الفيد، انما ايه اللي بيلف الايه الورك بيس. انا عايزك تتخيل الورك بيس بتلف طبعا حوالين السنتر الجديد ده بقى اللي انا رحلته عن طريق الفورج اند منتر شاك، جبته هنا في السنتر بتاع الروتيشن بتاعها، يعني كان ايه كل البارت ده بيلف حول السنتر ده. وطبعا ايه في الحاله دي نفس الكلام، بس ساعتها بنجيب السنتر ده ونفك التشاك ايه ونرحل الايه الجوز بتاعه. طيب خلينا نرجع لسؤالنا بقى عشان ايه نفهم الاجابه بدل ما احنا غوطنا قوي كده. ذا ريكواير تول سنترليز كونسيدرد ايه الحركه بتاعتها، هل هي روتيشن او روتري موشن؟ لا هي ما بتلفش، يعني اللي هي توست دريل بيتكلم عن الايه التولز، التول بقى اللي احنا بنقوم الموضوع دوت هي التوست دريل اللي راكبه في التلستوك، هي ما بتلفش فمش روتري ولا لينير روتري، هي لينير بس لان ساعتها احنا بنحرك المانوال هاند او الهاند بتاعت التلستوك عشان نطلع التوست دريل بالكويل بره ونرجعها تاني جوه بعد ما نخلص الايه الهول، يبقى ساعتها نوع الحركه هنا ايه لينير موشن بس. ده كده كان اجابه أول جزء من امتحان الميد تيرم الخاص بالماشين. تكملة من حل الميد تيرم تركيزا على جزء الماشين، هنحل الجزء الثاني الخاص بالماشين في الميد تيرم. Question 2: When you choose the right answer for the following sentence. إجابة واحدة. في ده بقى البيزك كونسبت اللي احنا خدناه في الليكتشر، يعني الجزء دوت مش فيه قوي السنس اللي احنا بنتكلم عليه الخاص بالورشة. احنا بنتكلم على حاجات الليكشر، يعني انت لو مذاكر الليكشر هتعرف تحلها، يعني مش لازم تكون دخلت ورش. يعني مثلا الـ depth of cut is not directly affecting the surface roughness of the product. الكربايت تاب هي الكلامب او ويلدد على tool support، لان الهاي سبيد ستيل مفيش هاي سبيد ستيل تاب، هي الهاي سبيد ستيل tool كاملة على بعضها، انما التاب بتيجي بتظهر امتى؟ ان احنا جايبين هاي سبيد ستيل بودي وفي اخره مركبين التاب هي اللي هي بتعتبر كاتنج ايدج، هي اللي بتبقى كاربايت تاب، يبقى كاربايت تاب هي اللي كلامب اول. طبعا الاوبشن الثالث طالما ضمن الهاي سبيد ستيل جواه يبقى بتقول هو كمان مش صح، يبقى هاي كاربايت تاب هي الوحيد اللي ايه كلامب، اللي هو عن طريق كلامبنج اللي هو بالمسمار الانكي او بالايه بالويلدنج. الريشيو بتوين لينير موشن روتيشنال موشن توست دريل از الفيد. linear motion اللي هي الحركة الخطية والروتيشنال موشن اللي هي الايه الدوران، يعني عشان كده اليونت بتاعت الفيد هي ايه مليمتر بير ريفوليوشن. التول بتتغذى قد ايه عشان كده بنسميها فيد، بتتغذى قد ايه كام ملي مقابل كل لفة كاملة من الايه من البارت، عشان كده اليونت بتاعت الفيد مليمتر بير ريفوليوشن. الكاتنج بي هي ريفوليوشن بير مينيت، الدبث اوف كات مليمتر بير ستروك، الفيد ريت هي ايه مليمتر بير مينيت، عشان كده الفيد ريت عباره عن الاس اللي هي الفيد تايمز ان تايم كاتنج بي، عشان كده ديت اليونت بتاعها مليمتر بير مينيت، انما ديت مليمتر بير ريفوليوشن. وهو اللي بيقول لك بيربط ما بين اللينير موشن مليمتر بير ريفوليوشن ربط بين الروتيشنال موشن. يبقى الريزن الخاص بالايه ان الكاتنج تول هاف نيجاتيف ريج انجل وين ماشين بريتل ورك بيس، يعني ماتيريال بريتل مش دكت الدكتيلتي بتاعتها مش عاليه يعني فبالتالي احنا لما بنعمل الرينج ريج انجل دي ليه في البريتل ورك بيس. بالمناسبه تلاقي ان الريج انجل يعني ايه معديه اللي هو الليمت اللي هو بتاع ان مجموع الفا وبيتا وجاما 90 درجه تلاقيها زايده عنه اصلا، بس الزاويه ساعتها مش 90 درجه المجموع بتاعهم. يعني ليه بقى كل دوت؟ عشان نزود الليب انجل. الليب انجل او الشكل بالمناسبه الخاص بالنيجاتيف بريك انجل اهو، يعني هو كان البريك انجل كان ايه الزاويه ما بين الضلع الفيرتيكال وما بين الفيس، فيس يعني كان بيبقى حاجه ايه حاجه هنا كده فيس كده، انما هنا لا لقيت ان الايه الفيس عدى جاب ال 90 وكمان ايه عدى بعدها عشان كده نيجاتيف. فده بيعمل ايه؟ ده شكلها الحقيقي ان هو يكون نيجاتيف، ان يكون ايه يتحس ان الفيس ناتئ كده ناتئ من البارت نفسه. ده بيزود حاجه اسمها الليب انجل. الليب انجل ديت هي اللي بتساعد البارت ان هو يبقى ايه المقطع بتاعه، مش البارت بقى بتاع الورك بيس، انا اسف بتاع التول، المقطع بتاع التول اكبر فيستحمل الاستريسز اللي جايه له من ماده بريتل زي كده. من بريتل بتبقى الاستريسز اللي طالعه منها علشان هي مقاومتها عاليه للكاتنج فورسز، فبيدي رياكشن جاي في هيئه استريسز او رد منها عاليه، فبالتالي لازم نزود المقطع بتاع الايه التول عشان تستحمل الموضوع ده وما تتكسرش. تمام، فبالتالي البريتل ورك بيس
بنخلي النيجاتيف انجل بتاعتها عشان نزود الليب انجل، وبالتالي نزود المقطع بتاع التول فتستحمل الستريسز اللي جايه او الستريسز الزياده اللي جايه من ماتيريال بريتل، زي بتبقى بريتل يعني بتبقى هارد، يعني الستريسز اللي واقع عليها بترد عليها بعنف. طبعا مش علشان تجد كونتينوس شيب، لان مفيش كونتينوس شيب في البريتل، بتبقى في الدكتايل ماتيريال. تو جايد ذا شيب اواي فروم ذا كاتنج زون، لا دي هي بالعكس، يعني ايه بتعمل زي مشكله فيها، او مش سبب مش سبب واضح لعمليه النيجاتيف بريك انجل، لان ممكن تبعده ممكن تقربه، ده مش اوبفيس قوي. تو ديكريز ذا فريكشن، لا ده خاص بالكلينس، هو افضل اجابه هي تو انجريز ذا ليب انجل. زي ما قلنا ذا ريزون فور ذا كاتنج تول ماتيريال شود هاف ا هاي وير ريزيستنس، علشان ايه يعني اكتر حاجه بالنسبه لي كريتيكال ايه، ان انا ما اطلعش حاجه بايظه، عشان ايه لو هي الوير ريزيستنس بتاعها قليل يبقى بالتالي هيتأفكت الدايمنشن اكيرسي، فبالتالي لازم اجيبها ايه هاي وير ريزيستنس علشان ما تاثرش على الايه الدايمنشن اكيرسي. انما بقى الاسباب ايه ممكن افكت ذا برودكشن كونتينيو اوف كونتينيوس شيب، لا مش علاقه الوير بالكونتينيوس شيب. افكت ذا شيب فلو، نفس الكلمه نفس او نفس الكونسبت، يعني ان هو ملهاش علاقه. affects the friction between the cutting tool flank، يعني برضه ليها علاقة بالكلينس انجل مش بالوير. تمام. The reason for central lace should be equipped with an apron mechanism، علشان ايه؟ to impart post manual and automatic feeding to the carriage، عشان توفر الايه المانوال والايه والاوتوماتيك فيدنج تو ذا كارج. الابرون ميكانيزم هو بيربط ما بين الفيد رود وما بين الليد سكرو ما بين الكارج، وازاي بينقل الحركه ما بينهم، ما بين دي وما بين دي. لو مانوال فيد رود، لو اوتوماتيك يبقى ليد سكرو، وفيد رود برضه بيوفر اوتوماتيك. انما لو خلينا نشوف الاسباب ديت، تو درايف ليد سكرو اونلي، تو درايف فيد رود اونلي، تو درايف بوث ليد سكرو اند فيد رود. انما هي الاجابه الاشمل بقى والادق هي دي، ان انا بوفر ايه التغذيه بتاعه الكارج من خلال المانوال والاوتوماتيك فيدنج، والمانوال والاوتوماتيك فيدنج متاحين على ليد سكرو والفيد رود، فبالتالي دي تحس ان ديت اول اوف ذا اباف، فهي اللي لما كلها. The reason for threading operation should be conducted on a center lathe with automatic feeding، علشان نطلع البيتش تكون متساوية على طول الثريد، وده الغرض الأساسي. البيتش ديت هي المسافة الخطية ما بين، أو اللي بنسميها خطوة القلص، المسافة الخطية ما بين كل سنة والتانية. والأوتوماتيك فيدنج هو ده اللي بيوفر حاجة زي كده، وده طبعا بيتم عن طريق الليد سكرو فيدنج، يعني هو اللي بيبقى اللي سايق الكارتش. انما مثلا تو جيت بيتر سيرفيس رافنس along ذا threading لينس، اللي بيتحكم فيها كده هي الكاتنج فاريبل اللي هي السبيد والدس كات والفيد تو ديكريس. وطبعا مش عشان كده بس، يعني ده ممكن يكون سبب بس مش سبب اساسي او مش ادق حاجه. تو ديكريس ريكوايرد هيومن ايفورت، برضه مش ادق حاجه. تو ديكريس ذا ماشينينج تايم فور threading اوبريشن، لا برضه هو اصح حاجه. زي ما قلنا بقى الكونسبت بتاع الماشين، انت بتدور على صح حاجه، يعني ده سبب رئيسي، ودي كلها اسباب فرعيه يعني ايه فرعيه جدا ثانويه. مش علشان طبعا ما تعبش الشخص، مش عشان السيرفس رافنس، احنا عارفين اصلا السيرفس رافنس بتاعت الثريدنج هو اسوء حاجه، لان هي الفيلنج بتساوي البيتش الخطوه، والخطوه بتبقى تقريبا من 1.5 3.5 احيانا او 3، وده قيم كبيره جدا للفيد مقارنه بباقي التيرنينج اوبريشن. دي معلومه دايما بنقول ان الثريد سيرفس او ثريد رافنس او سيرفس رافنس اعلى حاجه او اسوء حاجه ممكن تطلع من المخرط، فمش اول سبب. وتو ديكريز ريكوايرد هيومن ايفورت، مش سبب رئيسي ان انا اخترت او اخترعت الليد سكرو والابرو ميكانيزم اللي بيوفر الفيد او الاوتوماتيك فيد للابرو ميكانيزم. كل ده طبعا مش عشان اقلل الهيومن ايفورت بس، مقارنه بسبب بديهي زي كونستنت بيتش along ذا ثريدنج لينس. يعني انا الاهميه بالنسبه لي ان هو الدايمنشن اكيرسي زي ما قلت، فبالتالي اخترت رقم C. The main specification for a lathe for parting of workpiece of 50 mm length from raw material of 2 mm length. يعني حاجة قطرها حاجة طولها 50 mm، عايز اقطعها او اطلعها من حاجة طولها 2 متر. ايه المين سبيسيفيكيشن؟ هنا انت عندك اي حاجة ليها قطر وطول، عشان تثبتها على المكنة ديت لازم المكنة دي تكون فيها يعني امكانية ان انت تثبت حاجة زي كده وتشتغل فيها اصلا، سواء قطر او طول. هو انا هنا اداني اطوال بس 50 ملم و 2 ملم من 2 متر، من حاجه طولها 5 سم من حاجه طولها 2 متر. A bed way length distance between two centers maximum swing diameter over carriage، لا maximum swing diameter over carriage ده مش
مش سبب او مش كريتيكال، او هنعرف مش كريتيكال ليه. الكريتيكال اكتر منه هو السبندل بور دايمتر، لان هو هنا ما حددليش قطر، هو انا سايب الموضوع سايح عمال بيتكلم في اطوال. طب ما الاطوال برضو كريتيكال يا باشمهندس. اقول لك في اوبشن ان البور دايمتر او السبندل، السبندل بيبقى من جواه هولو اصلا، فالسبندل بيبقى هولو لغايه بره. احيانا بنلاقي بعض اللي هي بعض الورك بيسز بتبقى ناتئه من المكنه من ورا كده، من ورا الهيد ستوك. ليه؟ لان السبندل بيبقى مخصص لان هو لو في تول ديد لانس طويل قوي انا مش محتاجه علشان البارت طويل قوي عايز اشتغل فيه، بقعد ارحله كده، ارحله راح مثبت الثريدر تشاك او ايا كان اداه التثبيت، واطلع منه بس مجرد اللانس اللي انا عايز اشتغل فيه، فبالتالي مش كريتيكال قوي بالنسبه لي. انما طب ليه ما قلناش ديستنس بتوين تو سنترز؟ ده لو انا اشترطت ان انا اشتغل بتوين تو سنترز في 2 متر، او البيد واي لينث نفس الكونسبت، ان هو يعني اشترطت ان انا اشتغل كل الطول ما بين الهيد ستوك وما بين ايه التيل ستوك، وده مش كونديشن واضح هنا. يعني عادي انت ممكن تخليها مترحله جوه الايه، جوه البور، جوه البور او جوه الهولو السبيندل. يبقى ايه كريتيكال اكتر بقى؟ السبيندل بور دايمتر. قدر الحاجه دي قطرها اللي هو مش متوضح هنا قطرها كبير جدا، ما اقدرش اثبته جوه الايه، جوه السبندل، فبالتالي يبقى ده هو الايه المين سبيسيفيكيشن. تمام. و2 متر رقم مقبول ان انا اثبته او ارحله جوه الايه، جوه الهولو سبندل. ذا كومنلي يوزد ميثود فور تيبر تيرنينج اوبريشن، اكتر حاجه مشهوره هي السويفلينج كومباوند سلايد ويش، يعني دي حاجه محفوظه، لان الفورم تول بيتحكم في التيبر تيرنينج الاطوالها صغيره. الاوفسيتنج تيل ستوك دي معقده لان هي بتاخد وقت، هي والايه والتبر اتاتشمنت. يبقى اكتر حاجه كومن، اكتر حاجه كومن هو السويفلين كومباوند سلايد، لان هو بيدي لي ديجري فريدم محترمه في الابعاد والاطوال بتاعه التيبر والتحكم في الزاويه، يعني مش متعبه زي اللي انا اعمل ايه استخدم فورم تول فبالتالي اقعد اشتغل حتت صغيره فيها تيبر، او زي ان انا اعمل اوفسيتنج واثبت تيبر اتاتشمنت. عشان كده دي اكتر حاجه كومن، يعني عشان كده قلنا ايه حاجه محفوظه. الكويل ان التيل ستوك هاز تيبر هول، احنا قلناها اوريدي، تيبر هول عشان تثبت الشانك او التيبر شانك الخاصه بالتشك اللي هيمسك الستريت شانك توست درايف، هي تيبر اوريدي. وده ليه؟ عشان انت عندك تيل ستوك واحد على المكنه دي، تمام، فبالتالي انت محتاج حاجه تتسع لمقاسات مختلفه لكل شانكس ممكن تركب فيه. فعشان كده اخترنا الاوبشن التيبر، لان هو لو ستريت ساعتها يبقى يا دوبك على قده بالظبط التول اللي هتركب، وساعتها دي مكنه ما بتوفرلكش ايه يعني فرص كتير انك تستخدم حاجه في الايه في التلسكوب، يعني كانها مكتفك. نيجي للشكل ده، وده شكل اسمه فولور ريست. فولور ريست دي بنستخدمها، اسمها فولور ليه؟ مقابل ستادي ريست. ستادي ريست دي حاجه بتمسك الورك بيسز اللي هي السلندريكال، بتبقى ثابته على الايه، على الكارج او السادل بتاع سوري، بتبقى ثابته على البيد ويز، يعني على البادي بتاع المكنه نفسه. انما الفرور ريست هي اللي بتبقى راكبه على السادل زي ما احنا مختارين هنا، وبتبقى بتتحرك معايا مع التول فولور، عشان كده اسمها فولور، بتمشي مع التول. ودي الغرض منها انها تمسك لي حاجه زي اللي انا شايفها دي، حاجه اسطوانيه يعني يونيفورم اسطوانيه بس رفيعه جدا، فبنسميها ان هي ايه سلندر، سلندر مش سيلندر، سلندر سلندر وركبيس، هي رفيعه وفلكسبل كده، تحس انها بتلب لو انت ضغطت عليها، يعني حاجه زي كده زي ما احنا شايف كده، عايز تتخيلوا معايا لو ضغطنا عليها من ناحيه هتلاقيها اتنت، فاحنا حاطين حاجه في المقابل عشان ما تتنيش، فيبقى ايه زي ما انا ضغط هنا في ستريس، في ستريس جاي من قصاده فيلاشيه، فايه فيلاشيه، وساعتها اقدر اعمل عمليه القطع. لان انا لو من غير دي تخيل الموضوع ان انت زقيت، فالجزء هو بيلف، يا اما هيقع يا اما هيضرب اللي واقف يعوره، او هيقع بالكامل وايه هيفضل يلب رايح جاي، او الاكيرسي هتكون رايحه في داهيه يعني. تمام، يعني عشان نشوف فيديو سريع ليه كده الفولو ريست عشان نفهم الموضوع. لاحظوا ان هو ماشي معاها، ماشي مع التول. كانت بتسمى فولور ريست وبتتثبت على السادل يعني هي اللي توفر لي الحركة دي. نكمل الشكل بقى لغاية ما يوصل للآخر. طبعا هو هنا الفيد قليل شوية لأن هو زي ما قلنا جزء فليكسبل قوي، وفي ريسك إن هو إيه يتفك نتيجة الستريسز اللي وقع عليه، فهو بيتحرك بالراحة حتى مع وجود الفولور ريست. يبقى the shown accessory اللي هي follower rest is clamped to the center lathe على ايه؟ على السادل.
احيانا يبقى في اوبشن انها تثبت على الكارتج، بس الاصح انها تثبت. The shown accessory is used to A. The cutting for is used to prevent the bending of slender workpiece. Slender workpiece اللي احنا قلناها بقى، مش علشان to prevent the bending of long workpiece، لان في احيانا workpiece slender و long بس مش مش اكترها صغيرة، فساعتها دي مش slender واحنا مش محتاجين لها follower rest. Decrease the bending هي نفس الفكرة، احنا لعبنا بس في حتة ال prevent و decrease الاثنين. Slender لا احنا عايزين نمنعها بالكامل، يعني احنا لو قللناه برضه هيبقى فيه risk. Decrease the bending of the long work piece ساعتها دي مش سلندر اصلا، ف decrease غلط، يعني decrease و prevent دي ودي غلط علشان هما ايه long work pieces بس، من غير ما يحدد الاقدار صغيرة. هنا عشان نقلل bending of the slender work piece بس ده مش كافي، احنا محتاجين نمنعه، عشان كده بنستخدم ايه ال follower test. نيجي بقى لجزئية مهمة في الامتحان وكتير منكم غلط فيها. انت المفروض ما كنتش زي ما المقدمه ديت اللي احنا اكدنا عليكم تقروها كويس قوي في الامتحان، ان انت ما تغيرش البولد words، تتغير اي حاجه غيرها. لو كتبت غلط لازم تصحح، لازم تحط خط تحت اللي المفروض هيتصحح وتبعد عن ده، يعني ما تكتفيش بكلمه غلط بس. The overall length of carbide tip tool remains constant in high speed tool. This means it doesn't affect whether resharpening process of the cutting edge. لان انت resharpening الخاص بالتولز او single point tool بتاعت الخرائط اللي فيها carbide tab، resharpening بتاعنا بغير التب او تغير وضعها، لانها بيبقى ليها كذا edge كده، فاللي هو ايه تفكها تروح لففها وجاب ال edge اللي هو sharp، فساعتها كده التول من اوله لاخره بتاع التب بتاع التول ما تغيرش، يعني في حته اتاكلت رحت انت جبت حته مش متاكله، فالتول من اولها لاخرها ما اتغيرتش، انت مجرد لا اما غيرت التب لإما إيه غيرت وضعها اللي هو فيها حتة مسنونة، فطولها ما بيتأثرش. إنما الهاي سبيد ستيل لما بتتسن طولها بيتأثر. هنا مفيش requirement واحدة بس للكاتنج تول عشان تكوندكت الكاتنج كونفريشن، لا هو في كذا واحد، اللي هو إيه الكاتنج أنجلز ومعاها التول ماتيريال نفسها. To remove the love center of the material stock hole, the coil must be moved in the forward direction. لا the forward direction يعني هي كده قافشه على حاجه وبتتحرك بيها تديها فيد زي التوست دريل في عمليه الدريلنج اللي احنا قلناها فوق في جزء الايه اول سؤال خالص. انما باكورد كده بتساعدك انك تفك الشانك اللي داخله جوه التيبر، فعشان كده هو ايه باكورد. Cutting tool must be fixed and using a telestock to conduct knurling operation. لا مش في التلستوك، knurling operation التغذيه بتاعتها بتبقى كروس، يعني بيبقى في هول سلايد، فبالتالي بتبقى راكبه على التول بوست. الورم فورمينج اباف ريكريستاليزيشن تمبريتشر، ده سؤال فورمينج، لا هو بيبقى الهوت فورمينج. كرانك شافت از بروديوسد باي فلاشلس فورجينج، لا بالكوينز هي اللي بتطلع بايه فلاشلس فورجينج، انما الكرانك شافت بيبقى فيه فلاشز عادي. لاند از انكلوزد باي فورجينج هاز سيكنس بيجر ذان فلاش، لا الجتر هي اللي اكبر، اللاند السيكنس بتاعها ما بيبقاش اكبر من فلاش، بالعكس بيبقى اقل، انما الكاتر هي اللي بايه السيكنس بتاعها بيبقى اكبر من فلاش. الكاربرايزيشن بيحصل في الهوت فورجنج، لا بالعكس ديكاربرايزيشن هو اللي بيتم، ديكاربرايزيشن والدكتور قصد ان هو يحط الكاربرايزيشن هنا عشان تنفيها بعمليه الديكاربرايزيشن، ودي حاجه اتوضحت في الليكتشرز، عشان في منكم كتير كتب اوكسيديشن وده اوبشن مش صحيح، احنا واضح بالنسبه لنا ان احنا محتاجين نصحح عمليه الايه على الجمله ديت من ناحيه الكاربرايزيشن او ديكاربرايزيشن. الاوفسيتنج is increasing length and decreasing diameter in forging processes. لا هي ال drawing out offsetting احنا بنقلل ال length او ال height وال diameter بيكبر مش بيقل، انما هنا بيقول لك لا ال length بيقل والايه وال diameter بيقل، فبالتالي انا اسف ال length بيزيد وال diameter بتقل، يعني اساسا ال offsetting في ال length او اللي هو ال height يعني بيقل، فدي اول حاجه بتسبب غلط، وال diameter برضه في ال offsetting بيزيد، فدي تاني حاجه غلط. انما الاوبشن او الحاجه الاصح اللي هي تكون عمليه الدراي اللي هو دروينج اوت او بنسميها احيانا كوجنج، وده حل حسابي للمساله بتاعت الفورمينج، وما اظنش ما شفناش فيه مشاكل كتير في الميد تيرم وزي كتير في حليناه سوا في الشيتس. دي كده كانت اجابه الميد تيرم الخاص بالكورس ده للسمستر دوت، او ده الموديل انسر بتاعه كان التركيز فيه على جزء الماشين والسنس اللي احنا بنحل بيه. ريت ناخد بالنا من الموضوع دوت، يا ريت واحنا بنذاكر لاي امتحان خاص بالماشينج وبالذات البراكتيكال نركز نذاكر البيزك كونسبت اللي بتتوفر في المحاضرات، وبعديها نبدا نشوف الابلكيشنز بتاعتها في الفيديوز بتاعت اللاب، نذاكر احنا خدنا ايه الحاجات المعلومات اللي احنا اكتسبناها في الورشه،
واخر حاجه هي البروسيس شيتس اللي احنا عملناها. لو تقدر تعمل بروسيس شيت محترم وسلمته فعلا، انت هتبقى قادر تحل اي امتحان. لو انت استخدمت الكونسبت بتاع ان هو في كذا سيناريو صح، بس انا بختار الاقل وقت بلس ان انا ما بتعداش الكريتيكال ليميتس بالنسبه لي اللي يتم قبل ايه، تمام. وركزوا في الاخر في امتحان البراكتيكال على البروجكتس اللي هي نازله لكم في كل ايه، كل اوبريشن زي الميلنج، دريلنج، تيرنينج وشيبنج، ايه اللي تم قبل ايه. وفي دي ديتيلز احنا شرحناها زي الجزء بتاع الميلنج اللي هو كان في زي تمنيتين من اليمين ومن الشمال، التمنيتين دول بنسيبهم من الاخر، زي السايد جروفز اللي كانت في نفس الجزء دوت وفيها ثريدد هولز، فاحنا اخترنا ان احنا نعمل ثريدد هولز بعد ما نعمل السايد جروفز ديت نشيلها، علشان لو عملناها قبلها وبعد كده شلنا السايد جروفز هتلاقي في بعض التشابس اتاتش جوه الهول يعني. وقيس على كده حاجات كتير زي مثلا المشابيات او الجروفز اللي هي راوند في نفس الجزء. طبعا انا بشرح من غير ما اوريكم كده علشان انا معتمد ان احنا عملنا حاجات دي بالفعل، بس يعني خلينا نفتحها علشان نشوف مع بعض يعني نربط الحاجات ببعضها. ده البارت دي التمنيتين اللي انا اتكلمت عنهم، ده بديهي ان احنا نسيبهم من الاخر. ليه بديهي نسيبهم من الاخر؟ لان ده الجزء دوت السطح دوت لما يبقى مكتمل هو السطح المتاح ان انا امسك عليه. فانت دلوقتي لما تشتغل وتشيل الحاجات ديت بتقلل المساحه اللي انا ممكن امسك عليها في الفايز، بل بالفعل مش هقدر اعمل كده الا في الاخر بقى، لان انت لو عملت التمنيتين دولت وبعد كده خدتها تثبتها على اي ماشين عشان تشتغل في باقي البارتس، لو احنا اخترنا مثلا نعمل ده في البدايه هتلاقي في مشكله في التثبيت. انت محتاج سطحين متقابلين تمسكهم بفايس يسهل عليك الموضوع، فمش اصح حاجه انك انت تبدا بيهم. طبعا الفلتس دي برضو في الاخر بتتعمل بروتري تيبل، احنا اتكلمنا في الجزئيه ديت. دي الجروفز اللي انا قلت عليها راوند، طبعا بنعملها بالاند ميل، بس الاند ميل ما بيفتحش لنفسه كدبس، لا بنفتح له الاول بهول عن طريق توست دريل وبعد كده نبدا هو الاند ميل يشتغل بالجنب. الثريدد هولز اللي احنا قلناها ديت ما بتتعملش الا لما نعمل السايد جروفز الاول، نشيل الجزء ده والجزء ده وهكذا. قيس عليه كل الديتيلز اللي احنا شرحناها بالتفصيل والممل في كل الاوبريشنز وكل البروجكتس اللي نزلت لكم، يعني مش هنضيع وقت عليها في الايه في الفيديو دوت، انا بقول لكم ارجعوا ذاكروها تمام. ربنا يوفقكم يا شباب.